مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم عندنا هذا الباور بانك 27000 ملي امب اورز. It's powered by the sun. يعني تعملها تشارج بالسن. شريناها من امازون حوالي 35 دولار، وزنه كويس. اوكي خلينا نفتحه شو بيجي فيه. هذا البوكس اسمه باور بانك، شغلات مش مهمة. في instructions، وهذا الباور بانك هون، السولار بانل وهون. شوف الانستركشن مهمة ولا حدا بقرأها. بعدين هون في 2 at a time، وواحد مايكرو USB عشان charging، وهون في كيبل. مش عارف ليش بضلهم يبعثوا لك كيبل USB، شو اسمه، مايكرو USB، فبدك تضطر انك تستخدم يور كيبل. هلا ما عندنا كتير سن. طيب خلينا نشوف بشحن ولا لا، كيف. والله بشحن هي، صح. هذا ايش هذا، انت كبست هاي؟ هاي في كبسه هون. طيب شكله في ضوء، شايفينه عم بيعمل فلاشينج، فشكله عم بيشحن. بس صراحة يعني جود ميد. البراند نيم اسمه باور بانك، غريب البراند نيم. خلينا نشحن شغلتين، تشحن هاي وانا بدي اشحن. شوفوا انا بدي اشحن تلفون، شوف. بدأ يشحن. بدأ يشحن. خلينا نشوف هذا بيشحن ولا لا. عم بيشحن. اوكي ورجيهم. فعم بيشحن شغلتين مع بعض spontaneously مع بعض، وعم بشحن من الشمس هو نفسه. يعني صراحة اختراع رهيب، شايفينه سهل جدا، بسيط، تستخدمه كل مكان، ما بدك الشمس. يعني بتقدر تعمل تشارج. بس كان عندي انا فكرة، لو بحملوا له علاقة، صح، يعني ستريب عشان تحطه على الشنطة وانت ماشي مثلا ترافلينج، فبضله يشحن. اما هيك بدك تضلك حامله او حاطه على الديسك. بس in general جود هيفي. شو رايك نعطيه قديش؟ طبعا في شغله مهمه، اذا بالباور بانكس اللي هو فعليا، هل هذا الرقم 2700 هو الرقم الحقيقي عليه؟ اللي انا شايفه لحد الان، طبعا انا جربناه قبل هيك، شحن تقريبا فل الموبايل، وبس استخدم، ما استخدم حتى ضوء واحد، يعني بعد شوي استراح الضوء. فمفروض يشحن الموبايل 4. هذا 5000 ملي امبير، المفروض يشحنه 4 مرات 5 مرات مينيموم. اوكي فتوقع انه راح يشحنه 4 مرات بالاكيد، فيعني تقريبا هذا الرقم، لانه اكيد في طاقه بتضيع وما بتضيع معنا. وللعلم احنا كل الريفيوز اللي بنسويها بنورجيكم اياها زي ما هي، زي ما احنا بنفتح البرودكت، ما بنحاول نعمل كت ومونتاج وشغلات زي هيك عشان نكون صادقين معكم، صح ولا لا؟ صح. طيب شو رايك نعطيه قديش؟ ثمب اب 5 4.3. اوكي هيري جو. يلا نراكم في حلقه قادمه. شو لازم يعملوا؟ لايك كومنت وسبسكرايب. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.